في البداية أرحب بكل السادة الوزراء، وأحب أذكر كل الحضور أنه بظروف مجيها الحكومة، الحكومة جاءت بظروف استثنائية وعملت بظرف استثنائي كذلك، وما زالت تعمل بالرغم من كل هذه التحديات. نجحت هذه الحكومة في التغلب على الكثير من المصاعب، مصاعب والتحديات لم تكن سهلة، ولكن كان شعار حكومة من اليوم الأول حكومة قول وفعل. ركزنا على الجانب العملي في احتياجات المواطنين، بعضها نجحنا بها والبعض تحتاج كثير من الوقت لمعالجتها. قبل 10 أيام وضعنا حجر أساس لمشروع 1000 مدرسة في عموم محافظات العراق ضمن الاتفاقية العراقية الصينية. هذه الاتفاقية اللي حصل بها لغط كبير من قبل بعض الأطراف وحاولت أن تروج أن الحكومة غير جادة بتطبيق هذه الاتفاقية أو متى تنفذ هذه الاتفاقية. من نفذها هذه الحكومة، وبدأنا مشروع 1000 مدرسة من مجموعة 8000 مدرسة في عموم العراق على شكل مراحل. مع الأسف الشديد نسمع في بعض الأحيان حملات في بعض وسائل الإعلام في التواصل الاجتماعي الهدف كسر عزيمة وعمل هذه الحكومة. كان ردنا هو السكوت والصمت ولا ندخل في مناكفات سياسية من أجل العراق ومن أجل العراقيين، نركز على العمل من أجل الانطلاق نحو المستقبل. كذلك تم التصويت من قبل البرلمان العراقي على قانون الأمن الغذائي، والمطلوب عندنا اليوم أن نعمل بكل قوة على تنفيذ التزاماتنا بهذا القانون من أجل خدمة الناس وخدمة العراقيين. وأحب أذكر أن هذا القانون ليس موازنة، هذا القانون لأنه المر بظرف استثنائي، عدم وجود حكومة، ولا يحق لنا كحكومة تصريف أعمال سن قوانين. فالتجأنا إلى قانون الأمن الغذائي اللي صوت عليه البرلمان مشكورا، ولكن في نفس الوقت مطلوب من عندنا أن نعمل بكل جد لتنفيذ هذا القانون لمصلحة العراق ومصلحة العراقيين من أجل أهلنا وناسنا. ونحتاج كذلك من الأطراف السياسية التعاون سوية لتنفيذ هذا القانون. وأحب أن أذكر في نفس الوقت نحتاج إلى دور رقابي، ولكن دور رقابي خلي يكون وفق المصلحة العامة، ليس للضغط أو لأغراض شخصية أو أجندات لإضعاف الحكومة. الحكومة تعمل في نهاية دورتها، وننتظر من الأطراف السياسية العمل بكل قوة لتشكيل حكومة تمثل تطلعات الشعب العراقي حتى تستطيع أن تقدم رؤية لمعالجة هذه التحديات. هذه الحكومة باقية في العمل إلى اللحظة الأخيرة لحين تسليم مهامها للحكومة القادمة. لهذا ذكر النخب السياسي على أهمية الإسراع بتشكيل حكومة تقوم بواجبها، ولكن في نفس الوقت سوف نعمل للحظة الأخيرة لمتابعة كل التفاصيل. كما ذكرنا في السابق أنه علينا التزامات يجب أن ننفذها ونستمر بها رغم التحديات الداخلية الكثيرة. نجحنا في سياسة التوازن الخارجي، وكان هذا هدف رئيسي من اللحظة الأولى، أن نعمل على إعادة علاقاتنا مع دول الجوار، مع الدول الصديقة، مع الأشقاء. والحمد لله والشكر وضعنا مصلحة العراق بالدرجة الأولى، وهذا التوازن ينطلق من مصلحة العراق ومن مصلحة الشعب العراقي، وسوف نستمر بهذه السياسة ولن نذهب إلى أي محور على حساب محور آخر. نحط مسافة متساوية مع الجميع من أجل أن نجلب العراق استثمارات ودعم لكي نعوض ما مر في الماضي من فشل وإحباط وحروب عبثية.
تركت تداعياتها على الشعب العراقي. المطلوب نعيد بناء علاقاتنا على أساس المصلحة العراقية وعلى أساس حسن الظن مع كل الشركاء. أما سياسة الخوف والعزلة وسوء الظن مع الآخر، هذه ليست سياستنا. سياستنا نحسن الظن بالجميع حتى نصالح مع أنفسنا، نصالح مع الآخرين، ونتحرر من السياسات العبثية التي أخذت العراق في الماضي إلى سياسات شبه انعزالية أو تصعيدية مع دول الجوار، حروب. هذا كله إن شاء الله يكون جزء من الماضي. كنا في زيارتين، واحدة للمملكة العربية السعودية والأخرى للجمهورية الإسلامية، وكانت الزيارة إلى المملكة العربية السعودية جيدة جدا. ناقشنا القضايا المشتركة، الاستثمارات السعودية في العراق وآفاق المستقبل، وتكلمنا عن الربط الكهربائي، وكذلك تكلمنا عن كثير من المشاريع اللي يمكن أن يستفاد منها العراقيين، وتكلم على أهمية أن تكون منطقة مستقرة وهادئة، وأن يقوم العراق بدورة في مساعيه لترطيب الأجواء من أجل المنطقة ومن أجل العراق. وكذلك تكلمنا عن التحديات العالمية الموجودة بسبب الحرب في أوكرانيا وانعكاساتها على الأمن الغذائي، وكيفية التعاون لتوفير ما يحتاجه شعوبنا من احتياجات لتوفير هذا الأمن. وكذلك كانت عندنا زيارة للجمهورية الإسلامية، وتكلمنا نفس النقاط عن النقاط المشتركة، وكذلك العمل على موضوع الطاقة وكذلك المياه، وأبدى الإخوان استعدادهم لإرسال وزير الطاقة لبغداد للحديث فيما يخص موضوع المياه وكذلك موضوع الطاقة الكهربائية وحل كل الإشكاليات. نحتاج أن نعمل بكل جد على تذليل التحديات التي تمر بها المنطقة وتضرر منها الجميع والعراق بالدرجة الأولى، موضوع التغيرات المناخية. ولهذا أطلب من السادة وزراء المختصين الاهتمام بهذا الجانب فيما يخص المياه وما يخص التغيرات المناخية، تنعكس على الزراعة وتنعكس على حياة المواطنين. يجب أن نذكر أنه هذه العلاقات وهذا التوازن حتى نثبت للعالم والعراقيين العراق ذو عمق كبير في التاريخ ودوره وموقع مهم جدا، ويكون مساعد على بناء علاقات تكون من أجل مصلحة شعبنا وناسنا. العراق يعمل ويسعى ليكون جزء من المنطقة، منطقة مستقرة وهادئة، ونتعاون مع كل الدول من أجل تفادي تداعيات الحرب في أوكرانيا فيما يخص الأمن الغذائي وكذلك في مجال الطاقة. هذه بعض النقاط حبيت أخليكم بها وأذكركم. سيكون عملنا للحظة الأخيرة من عمر الحكومة، لحد ما تشكيل الحكومة يجب علينا أن نعمل ليل نهار لتذليل كل العقبات والتحديات.